السلام عليكم متابعي مطبخ أميرة، مرحبا بكم في فيديو جديد. عواشركم مبروكة، كنتمنى لكم سنة هجرية سعيدة كل ما تمنوا إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نبقاو مكملين بتحضيرات عاشورة. غادي نوجد معكم قيقسات مالحين أو قريشلات، غادي نحضرهم بسرعة بلا مراشم وبلا مجمد بشكل مختلف، كيجي أكثر من رائع، كيجي وهشاش ومقرمشين. وكذلك سبق لي حضرت قريشلات اللي هما حلوين، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وتابعوا معايا الفيديو من الاول لاخر باش تعرفوا على المقادير وايضا طريقه التحضير. نمشيو مباشره نشوفوا المقادير. بسم الله على بركه الله. المقادير غنحتاج ان شاء الله في قيقسات المالحين، عندي هنا 400 غرام ديال الدقيق الابيض، يكون خاص بالحلويات. بالنسبه لخاميه الحلويات هذه فيها 8 غرام، ولكن غنستعمل فقط غير 4 غرام ديال خاميه الحلويات. بالنسبه للزيت عندي هنايا 30 ميل ديال الزيت كتشوفوا، عندي هنايا الملعقه ديال التحميره الحاره او بابريكا الحاره، ملعقه كبيره، عندي ملعقه كبيره ديال الهريسه، عندي ملعقه صغيره ديال الزعتر. بالنسبه للزبده غادي ناخذ هنا ملعقه كبيره ديال الزبده، تكون ديال البواطه، تكون درجه الحراره الغرفه. بالنسبه هنايا عندي هنا جوج حبتين ديال البيض، حيت الحجم صغير استعملت هنايا جوج حبات. كان عندكم نتوما الحجم كبير غديروا فقط غير بيضه واحده. وعندي واحد العلبه ديال الياغورت طبيعي او الزبادي او دانون، وغناخذ ملعقه ديال الخل تكون كبيره، غنستعمل ملعقه الخل، وكذلك الملح. الملح غنستعمل ملعقه صغيره مملوءه ديال الملح. هادو هما المكونات، غنمشيو على بركه الله الطريقه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. في اناء كنوضعوا جوج بيضات، هادو بيضات عندي صغار، علاش درت جوج بيضات؟ نتوما ديروا بيضه واحده الا كان عندكم الحجم الكبير. كنطربوهم بهذا الشكل وكنوضع قليل من الملح. الملح كيبقى على حسب الذوق، لان دايرين الهريسه ويعني كتبقى الحلاوه على حسب الذوق. صافي كنخلط هذا البيض كيف كتشوفوا. غادي نوضع الزيت وغادي نوضع جميع المكونات، يعني كاملين اللي ذكرناهم غنوضعوا. غنوضعوا كذلك ملعقه ديال الزبده. بالنسبه للزبده اي زبده متواجده عندكم في البيت، ماشي ضروري البواطه. صافي، وغادي نضيفوا كذلك العلبه ديال الياغورت. كيبقى هاد المكونات كيخليو هذاك القيقسات هشاش وكيجيو من داك الشرفيه. وغنضيفو كذلك الزعتر. وبالنسبه للاضافه كتبقى على حسب الاختيار، شنو كتحبوا تضيفوا في هاد الفقيقسات المالحين، شنو اللي الحاجه اللي كتبغيوها تقدروا تضيفوها على هاد المكونات. وكنوضع كذلك ملعقه كبيره ديال التحميره، وكنستمر وغنخلط هاد المكونات كاملين حتى يصبح ليا الخليط متجانس. وغنوضع كذلك الخل، ملعقه كبيره ديال الخل. ملي كنخلطوا المكونات جيدا تدوب بنين الزبده وجميع المكونات كيصبح عنصر واحد كيف كتشوفوا. دابا عاد ممكن نضيفوا الدقيق. الدقيق هنا عندي 400 غرام ديال الدقيق، ولكن ما نضيفهاش كميه كامله، غنضيف النصف. غنضيف فقط غير ملعقه ديال الخميره الخلويات 4 غرام، ماشي خميره كامله. وغادي نضيف الدقيق تدريجيا، كيف قلت لكم ديما ضيفوا الدقيق تدريجيا تتحصلوا على العجينه. العجينه اللي بغيناها ان شاء الله القريشلات ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه بزاف، بنفس الوقت غيغلبكم في العمل، وفي نفس الوقت ما يجيكمش هذوك القريشلات مقرملين وزوينين. خاصنا نضيفو تدريجيا تنحصلوا على العجينه ديالنا اللي تكون رطبه وكذلك متماسكه. غنستمر تنكمل معاكم ونشوفوا شحال واش كميه قدتنا في الدقيق ولا لا. كيف كتشوفوا راه ما كندلكها ما والو، فقط غير كنجمعها بهذا الشكل
ونشوف القوام ديال العجينه كيف بغيتها هي هذه. يعني كملت معايا 4 الكؤوس ديال الدقيق، يعني 400 غرام ديال الدقيق اللي كفاتني. دابا غنغطي، ماشي غنخليه ونغطيه فقط، غير باش تكون عندكم شي امان ولا شي حاجه تقدروا تغطيه وتخليه يرتاح وديروا تتاليو شقاكم ولا شي حاجه، او تقدروا تخدموهم مباشره. كناخذ العجين ديالي كنقسمو على جوج كرات، غنوضع الكره نغطيها، وغادي نبدا بالكره الاولى هي اللي غادي نشكلها ان شاء الله، وغنوريكم كيفاش الطريقه. سبق لي في الفيديو السابق استعنت بالورق الزبده باش طلقت الفقيقسات اللي درتهم الحلوين. دابا غادي نوريكم كذلك بالبلاستيك غذائي باش يبقى لكم طريقتين مختلفتين باش تعرفوا النتيجه. كذلك في البلاستيك الغذائي حتى هو كيطلق لينا العجينه بسهوله لما كانش عندكم الورق ديال الزبده. وبالنسبه للورق ديال الزبده راني قطعته على قد الصينيه اللي غنوضع فيها العجين ديالي، ومني غنكملها وبسطتها على هذا البلاستيك الغذائي كيف كتشوفوا غادي نجيب الورقه اللي كتكون مقاده مع الصينيه اللي غتدخل الفرن باش كناخذ العبار ديال العجينه ديالي. صافي، وغادي نقلبها في الجهه الاخرى، غتقلب لي بسهوله، وغنحيد هذاك البلاستيك الغذائي من الفوق فقط، وغنخليه فوق الورقه كيف كتشوفوا. صافي، انا كتكون العجينه ديالتي واجده. هذه كذلك طريقه سهله، وكنجيب الجراره اللي كنخدموا بها الشباكيه وكنحيد هاد الجوانب. هاد اللي ما كانش عندكم الجراره ديال الشباكيه تقدروا ديروا غير بالموس، يعني اي حاجه عندكم تقدروا ديروا بها بالموس، يعني السكين ولا بالموس ديال البيتزا تقدروا ديروها. وبالنسبه للجراره راني كنخدم بها، كنحط الجراره على الدقيق وعاده كنبدا نقطع بها باش ما تلصقش ليا العجين. هاد الطريقه راه كتكون ساهله وغادي يجيكم ان شاء الله زوين. وبالنسبه للاطراف اللي كيبقاو ليا ديال العجين راه ما كنضيعهمش، كنجمعهم كنحطهم في البلاستيك حتى يرتاحوا، غنطلقهم كذلك ونشكلهم. وغادي نبدا ندير خطوط في العجين، يعني تقريبا ما يكونوش غراض وما يكونوش رقاق، يكون واحد الفرق فقط قليل. وغنكمل نستمر تندير هاد الشرائط اللي في العجين. من بعد كنجيب الجراره كنديرهم على شكل مثلثات كيف كتشوفوا، راه الطريقه سهله بلا مجهود ولا تماره، وكيجيو زوينين والمنظر ديالهم رائع. نقدموهم لحبابنا ولولادنا راه كيجيو فنين. صافي، طريقه سهله واضحه في الفيديو كيف كندير الجراره على شكل مثلثات، وكنستمر تنكمل هاد العجينه كامله. وباقي ليا ان شاء الله راه غادي يخرجوا ليا ثلاثه اللاطات، يعني خدمنا معكم العجينه الاولى وغادي نبقى تنستمر. ما ياخذش منكم تقدروا تحضروا الغداء وتصيبوهم، ما ياخذوا لكم كاع الوقت بزاف. واش كتشوفوا الشكيلات كيفاش كيجيو بالجراره، وكما قلت لكم تقدروا ديروا السكين ولا ديروا الموس ديال البيتزا، يعني اللي متوفر لكم. وغادي نستمر تنكمل هاد العجينه كامله. من بعد ما كنكمل العجين ديالي كنجيب الصينيه اللي كنكون عبرت عليها الورق الزبده باش تجيني مقاده، وكنوضعها في الصينيه بسهوله. ورق الزبده كيعاوننا باش نديروا هذه الكميه بدفعه واحده. راه عندي خرج ليا كميه 3 اللاطات اللي غادي نطيبهم بالفرن. بالنسبه للفرن يكون ساخن، كنشعلوا فقط غير لتحت كيطيبونا من التحت، وكنطلعوا من الفوق راه هما دغيا كيطيبوا، يعني نبقاو حدا الفران دغيا كيطيبوا. من بعد ما خرجتهم هما هادو القشلات، حتى الطريقه ديالهم كيفاش كنقطعهم بسهوله كيجيو زوينين، وحتى بطريقه اللي درت لكم ديال القطع ديال الجره ديال الشباكيه كيفاش جات الديكور ديال القشلات مالحين وجاو بنان وزوينين. ما نقولش لكم على بالنجاه وعلى التكرميله اللي فيهم. غنستمر تنقطعهم، وراه كنت خدمت معاكم 400 غرام ديال الدقيق، راه خرج ليا 600 غرام و 3 لاطات، يعني كميه وفيره وتبارك الله. يعني لو بغيتو نتوما تضاعفوا اكثر كتضاعفوا، كتبقى هذه فكره بدون مرشم تستعملوا هذا الطريق.
دابا راني خرجت اللاطه الثانيه وبقاو لي هذوك الجوانب كذلك درتهم في اللاطه وخليتهم في الفرن وكتش كيجيو واحد الكميه اللي وفيره وكيجيو بنان، يعني غير تبعوا المراحل وتبعوا المقادير اللي عطيتكم راه كيجيو زوينين. سبق لي حضرت معكم قريشلات اللي حلوين بلديين بالجلجلان وحبه حلاوه والنافع وبطريقتين مختلفتين كذلك بسرعه وبدون اي مجهود. كنتمنى انكم تشوفوا الفيديو اذا مازلتوا ما شفتوش، غنخلي لكم في الرابط في صندوق الوصف. وكنتمنى ان الوصفه اليوم تكون عجبتكم، واذا عجبتكم ما تخلوش عليا بالبارطاج، بارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم ومعارفكم باش تعم الفائده. وبغيناكم توصلونا ل 100 الف مشترك باش تفرحونا وتشجعونا. وكنشكر كل المتتبعين والمشتركين يدخلوا القناة مطبخ أميرة، كنقول لهم مرحبا وألف مرحبا وشكرا على المشاهدة وبسلام عليكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.